إذا في هذه اللحظات تبدأ الاستعدادات النهائية لانطلاقة الشوط الخامس بكارة والشوط العاشر. قرب مايك لدعمنا. المجموع إذا في هذه اللحظة تعلن انطلاقة الشوط الخامس للبكار والشوط العاشر في المجموعة. إذا نسير ونلحق بمقدمة الشوط ناخذ المركز الأول. الشاهنية جار الله بن سالم أبو شريدة على أول المراكز، بينما ثاني المراكز هنالك الدوحة علي بن سعيد بن حلفان المري على ثاني المراكز، بينما ثالثة المراكز حاملة رقم 10 غير مدونة عندنا في كشف الإذاعة. إذن ننتقل وناخذ المركز الأول من الجانب الآخر، هنالك حاملة رقم من الجانب الآخر ولكن وصلت وغيرت الى رابع المراكز، هنالك حاملة رقم 61 غير مدونة عندنا في كشف الإذاعة. اذا نعود والعودة محمود، نعود عند المركز الاول، نعود عند الشاهنية جار الله بن سالم أبو شريدة المري على أول المراكز على أول التحدي، بينما ثانية المراكز حاملة رقم 48 الشدوحة علي بن سعيد بن حلفان المري وصل في رابع في ثالث المراكز في ثالث المراكز حاملة رقم حاملة رقم 61 غير مدونة عندنا في كشف الإذاعة. إذا نعود إلى المقدمة، نعود إلى 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 هنالك حاملة رقم 48 الدوحة علي بن سعيد بن حلفان المري، انطلق انطلق الله 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 على هذا الأداء، أداء الدوحة علي بن سعيد بن حلفان المري، انفرد بالصدارة، انفرد بالناموس، انفرد بالتهاني. سلام سلام يا أهلي، سلام يا علي بن سعيد بن حلفان المري على هذا الأداء وأداء الدوحة ورقصة الغاي على المقدمة، بينما ثاني المراكز هنالك هنالك الشاهني قال الله بن سالم أبو شريدة، ولكن انفردت الدوحة علي بن سعيد بن حلفان المري. وسلاما سلاما عليكم يا هالي الدوحة على هذا الأداء الجميل وأداء الدوحة بالمقدمة. ثاني ناموس علي بن سعيد بن حلفان المري بمناسبة فوز الدوحة وحصولها على المركز الأول، بينما ثاني المركز هنالك حاملة رقم 61 غير مدونة كشف الإذاعة. المركز الثالث 56 العنود سعيد بن سالم بن مسعود المري. إذا نعود ونهني مالك الدوحة علي بن سعيد بن حلفان المري بمناسبة فوز الدوحة وحصولها على المركز الأول. التوقيت الزمني 17 دقيقة بالوفاء، دقيقتين و17 ثانية بالوفاء والتمام والكمال.